استعادت قوات المعارضة السورية السيطرة على قريتي خربة وبراغيدة في محافظة حلب من أيدي تنظيم الدولة الإسلامية بحسب ما ذكرته مصادر محلية. وتمكنت فصائل المعارضة من التقدم في المنطقة بعد معارك عنيفة مع مسلحي التنظيم أسفرت عن قتلى وجرحى لدى الطرفين. يذكر أن قوات المعارضة تمكنت في وقت سابق من استعادة السيطرة على بلدتين أخريين شمالية مدينة حلب تقطنهما أغلبية تركمانية بدعم جوي أمريكي وتركي.